انا راضيه ولو تصور صور جثه لامي او ايوب او محمد او عطيه، انا راضيه. شوفي شوفي الحمد لله بايماني اني اشوف صوره جثه مهما كانت مشوهه. يقولوا لي الميه طرفقت مش عارف شنو، ياكلي في كلاب. انا انسانه لي 6 ايام نرقد وصورها لي قدامي، فانا نبي نشوف صوره جثه فقط. كنت احلم باني نغسل امي، نكفن امي. امي تعرفي شنو امي؟ يعني انا مش عارفه نبكي على من ولا من، لان امي حتى ربي يقول لك لما توفى الام ماتت الذي كنا نكرمك لاجلها. يعني نجي في ظهري لما يصير معي اي شيء، رغم اني نعرف انهم اصغر مني وانهم هم عاجزين واني انا اللي مسؤوله عليهم نوعا ما. قعدت اكتب في ظهري، اتكلم ايوب بالساعتين تريح، ما تخافش يا امي انا في ظهرك. يقول لي الكلمه هذه تنسيني كل هم. انا في قلبي من بتكلم هي كم يوم بحت في المحادثات نرقد من الدوق، يا طفية في المهدئ ويا طفية في المنوم. كيف بكمل حياتي؟ كيف بكمل حياتي؟ درجة استغفر الله أول يوم أقول يا ربي يا ريتني معاهم.